الماضي في هلسنكي، أجريت قمة لوزراء مجلس أوروبا وحقوق روسيا عادت إلى مكانتها السابقة، ومهمتنا تتجلى في عدم استخدام اللغة القاسية وخرق الأساس والقوانين الأساسية والمبدئية الموثقة في ميثاق مجلس أوروبا. هذه الزيارة تأتي في سنة حمة سوف نحتفل الذكرى 25 لعلاقتنا بين روسيا ومجلس أوروبا، سوف نتبحث حول مختلف القضايا المتعلقة بين روسيا ومجلس أوروبا. قد أكدنا على اهتمامنا بتخطيط علاقاتنا في إطار مجلس أوروبا. روسيا مهتمة بالمشاركة في هذا العمل، ونحن ملتزمون بجميع التعهدات السابقة بمختلف المفاهيم. بالنسبة لنا من الأهمية которые будут устанавливать отдельные страны не универсальные организации чтобы عدم إخراق جميع التزامات الروسية. организации чьи механизмы и конвенции по сути дела сплачивают воедино правовое и гуманитарное пространство нашего общего континента. لتشكيل فضاء إنساني وقانوني مشترك بين في القارة الأوروبية، وقد اتفقنا مع الأمين العام لمجلس أوروبا بأننا سنحاول وقف المعايير المزدوجة وحل الحسابات الشخصية، وقد تحدثنا عن أنه يتم انتهاك حقوق الإنسان و ايضا حقوق ملايين الناس في اوروبا، واقصد هنا المواطنين الروس واللغه الروسيه وخاصه في اوكرانيا. وقد اكدنا على عدم مقبوليه المشاكل تجاه القرم، وكذلك انتهاك التوصيات التي قدمها السيد شتودمان الأمين العام السابق لمجلس أوروبا التأمين السريع لشبه جزيرة القرم بمياه الشرب. وقد تحدثنا مع زملائي من مجلس أوروبا عن تشجيع أو عدم مقبولية تشجيع الممجدين للنازية، وكذلك تدمير прямо скажем позорное явление. Говорили мы о том, الآثار وأيضا التماثيل المتعلقة بالحرب العالمية الثانية، وكذلك تحدثنا عن أنه لابد من الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. وقد ننتظر تجهيز قرار مجلس أوروبا في هذا الشأن، وكذلك نعتبر أن مجلس أوروبا لا يجب أن يكون هو المختص الوحيد بمعاهدة الصحة العالمية، ولكنه يجب أن يجهز كل الظروف ويهيئ الظروف لتنفيذ هذه المعاهدة. وقد ناقشنا كذلك دور المنظمة في الهيكلية الأوروبية، لأنه لا بد من الحفاظ على استقلالية هذا المجلس
وعدم السماح بظهور خطوط فصل جديدة في أوروبا، والتوصل إلى التوحد بين جميع أعضاء المجلس بناء على المبادئ القائمة على توفير التطوير والازدهار لكل الدول الأعضاء في هذا المجلس. واليوم سنبذل كل ما في وجهنا في جهدنا لكي يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، ونشكركم على اهتمامكم، وأعطي الكلمة للأمينة العامة. شكرا جزيلا معالي الوزير، الممثلي الإعلام. أنا مسرورة بأنني هنا في موسكو، وبغض النظر عن التقييدات بسبب فيروس كورونا، هذه هي الزيارة الأولى بعد شغل منصب الأمين العام لمجلس أوروبا. أعتقد أن زيارتي تأتي في موعد تاريخي يرمز إلى الذكرى 60 التي ستتم في العام القادم لحقوق الإنسان، لذلك لا بد من التعاون في المجال الإنساني من قبل جميع الأوروبيين وروسيا. أيضاً فإن الظروف قد تحسنت في السنوات الأخيرة، فأكثر من 700 مهني روسي قد حصلوا على التدريبات اللازمة في إطار برامج المساعدة، بالإضافة إلى مختلف برامج للترويج لمشاركة النساء في هذه الأنشطة. فهذا عدة الأمثلة للمشاريع المشتركة بيننا. وفي هذا الصباح أنا أيضاً قد ألقيت خطاباً للمجتمع المدني والخدمات المدنية الروسية تحت رعاية مجلس أوروبا، بالإضافة إلى معهد السياسات الخارجية الروسي. فنحن أيضاً ننفذ عدداً من المشاريع المشتركة خلال 20 سنة، كما أننا قد التقينا بمعالي وزير الخارجية الروسي سيد لافروف، وكما أشار إليه الوزير فأكثر من سنتين، وهو مدة التعاون بيننا بشكل شخصي. فنحن نرى أن روسيا الاتحادية اليوم تشارك بشكل ناشط في أنشطة مجلس أوروبا، فنحن كنا نناقش إصلاح الدستور بالإضافة إلى حقوق الإنسان، وأيضا التعاون على مستوى التشريع، ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات خلال هذه الزيارة. وقبل كل شيء أنا أريد أن ألتقي برئيس مجلس الفيدرالية، بالإضافة إلى الممثلين من مجلس دوما البرلمان الروسي، وأيضا وزارة مسؤولي وزارة العدل. فأنا أيضا أعتقد أن هذه الزيارة سوف تساهم في تحسين العلاقات بين روسيا ومجلس أوروبا. وشكرا جزيلا لكم. تفضلوا بالأسئلة من وكالة سبوتنيك. السؤال الأول، مرحبا بكم وكالة سبوتنيك الإخبارية. نقلنا لحضراتكم جزءا من الوقائع الصحفية لهذا المؤتمر الصحفي بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف وماريا بوريتش الأمين العام للمجلس الأوروبي.